مرحبا سيد المشاهدين، نهار الاحد ما يهمك في حد على قناه الحوار التونسي كي قاعده الامبيونس ورونديفو تلقاهم موجوده معنا جو الشيخات لي جو لي قاعد كلهم موجودين. ما قبل ما نبدا الحلقه نتاعنا اليوم نحب تحيه كبيره برشا لصديقنا الزميلي نضال السعدي اللي بتغيب علينا اليوم مش موجود، بعد شويه نقول لكم ونهنيكم على حالته الصحيه، ما نقول لكم راهو لاباس الحمد لله ما عنده حتى شيء. ديجا راهو البلاتو ما يحضرش الجمهور، اما فما بريس كا اللي يخدموا هنا كلهم عاملين جو امبيونس بالليل حاضرين هنا تعطيله تصفيقه كاع الطاير. فوالا يحضر معنا اليوم زهرة فارس. سوا زهرة وش نقعدوا نعديوا لينا كاملة 12 سوا من بعيد اي ساحة من بعيد لبعيد. محسن عيفة مش لي بوان فور نتاعو شتيحه، ما كوميم جاي بحذنا باش يعمل جو الليله، بار كونتر محلاه عامله جو باندا. مرحبا بالسخين سلمو سلمو بالسخينه كاو يوسف سحري بحري. مصفى حواس جهاد الشارني جوال ترى مرحبا يا سيدي محلى لمتكم مع السلامة. مرحبا محلاها اللمة محلى الكريكور محلاها الببليك اللي حاضر. ما فماش ببليك والله فضلك، فماش ببليك الساعة باهي. قبل ما نبدا الساعة معاكم الأولاد نحب نسلم على نضال السعدي، اتصلنا به تهنينا عليه الحمد لله ربي، حالته لاباس صحته لاباس، خفنا شويه ناس كل الحق، عمل تحليل واثبت تحليل انه لاباس عليه ما عنده حتى شيء. نظيف دونك نظيف تحليل نظيف ولا صحيح. كنت انت ما نعرفش دونك حاضر ان شاء الله باش يكون قريبا. مبدئيا باش يلتزم بالحجر الصحي زوز اسابيع دونك حمايه لكم انتوما حماية لعائلته ولاصحابه. دونك برافو نضال، هذا الاكزامبل اللي حبوا يعطيه نضال السعدي. انا متاكد لهذا الميساج اللي حب يوصله، اللي يشك في روحه ولا يشك اللي عنده حاجه دونك يبعد يلتزم بالحجر الصحي.